بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وحلقة جديدة من تكنولوجيا الطب. اليوم إن شاء الله مع بعض هنعرف وناخد دايرة نعملها سيموليشن أو محاكاة ببرنامج الـ EKTS، وده برنامج لعمل محاكاة لدوائر الكنترول والباور في الكلاسيك كنترول. تمام، الحلقة دي هتكون عن الستار دلتا كونكشن أو النجمة دلتا، دايرة توصيل نجمة دلتا. وطبعا احنا عشان ما نتكلمش كتير في الدايرة، احنا في فيديوهين سابقين اتكلمنا فيهم عن طرق بدء المحركات، والنجمة دلتا هي احدى طرق بدء المحركات ثلاثية الاوجه. والفيديو الاخر اتكلمنا عن نجمة دلتا وكيفية توصيلها ودايرة الباور ودايرة الكنترول على كل على حدة. دي الفيديو ده هيبقى سريع عن برنامج سيموليشن وازاي نعمل سيموليشن ونتأكد من التصميم بتاع الدايرة وكيفية تشغيلها، يعني تقريبا ممكن نقول عمليا. البرنامج ببساطة يعني سريعا نمر عليه، البرنامج هو برنامج بسيط ولكنه جيد جدا. البرنامج زي ما احنا شايفين الواجهة، البرنامج فيها ده نيو، تقدر تفتح فايل نيو فايل زي ما احنا فاتحين كده دلوقتي، تقدر تعمل اوبن من جهاز الكمبيوتر عندك لو عندك ملفات مخزنة قبل كده، ده سيف، تقدر تسيف شغلك بعد ما تخلص او في اي وقت، وتقدر تعمل برينت للشاشة او للحاجات او للملف اللي عندك. تمام، وهنا اللايبراري دي الليست اللي هنختار منها كل الكومبوننت اللي هنشتغل بيه. زي ما احنا شايفين كده في الاي سي باور سبلاي و3 فيز وال1 وال2، زي ما احنا هنشوف مع بعض كده وازاي تختار اي كومبوننت تقدر تشتغل بيه. تقريبا كل الاشياء اللي انت بتحتاجها موجودة هنا في اللايبراري دي. تمام، وهنا الليست اوف يوزد اليمنتس دي الحاجات اللي انت طبعا ما فيش ليست، اللي انت استخدمتها كلها بيعمل لك بيها هنا ليست محترم هنشوفه في الاخر ان شاء الله. وهنا السيموليشن طبعا لو في اي دايره شغاله بيعمل لك سيموليشن، وتضغط على زر التشغيل والايقاف وتشوف بنفسك التشغيل شكله ايه. طيب دلوقتي هنبدا في رسم الدايره مع بعض عشان ما نطولش على حضراتكم. اول شيء هنفتح الليست ونختار منها ونرسم دايره الباور وبعد كده دايره الكنترول ونشوف مع بعض، تابعوا معانا وان شاء الله يكون شيء جيد. طبعا هنحتاج هنا 3 كونتاكت.
أعتقد كده دايرة الكنترول إن شاء الله تكون متكاملة وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل، مفيش أي مشكلة. ولكن دايرة الباور فيها الكونتاكتورات لسه مركبتش، فخلينا مع بعض نكمل دايرة الباور وبعدين نرجع نشرح دايرة الكنترول. وبكده اعتقد يبقى دايره الباور كملت، وزي ما سمينا كده الكونتاكتور الاول المين كونتاكتور ام، تمام، والكونتاكتور الثاني هيكون دي او الدلتا، والكونتاكتور الثالث هيكون الستار زي ما احنا عاملينه وموصلين اطرافه كده بحيث ان هو يكسر النهايات زي ما متوصل كده. طبعا الروزيتا بتاع الموتور هنا في البرنامج جاهزه، كاتب لك فوق يو في دبليو وتحت زد اكس واي وليس اكس واي زد، بمعنى انه مجهزها بحيث ان اليو يتوصل بالزد والفي بالاكس والدبليو بالواي في حاله الدلتا. اما الستار فما فيش مشكله، هتقفل النهايات وخلاص. فده طبعا دايره الكنترول زي ما عملنا كده، ستوب في الاول تاخد من اي لاين ار او اس او تي، بعد كده تروح على الستارت ومعاها اللاتشنج من المين كونتاكتور بحيث نضمن استمراريه التوصيل او التغذيه. واول ما نوصل ستارت المفروض المين كونتاكتور يشتغل مرورا بالنيوترال فيلقط فيشغل الموتور من اعلى. اما من اسفل هيكون في تايمر هنا، بمجرد ما ندوس ستارت التايمر ده هيعد 10 تنازلي، 10 9 8 7 لغاية ما يوصل للصفر. طبعا هو احنا واخدين منه نقطة مغلقة طبيعي اهيت ونقطة مفتوحة طبيعي. النقطة المغلقة طبيعي من التايمر بتعد برضو تنازلي، بس قبل اول ما يشتغل هي طبعا ملقطة هتفضل موجودة مغلقة زي ما هي مرورا بالنقطة ديت، فالمفروض انها تشغل الستار. خلينا نغير دي نخليها ستار، خلي دي ستار ونخلي دي الدلتا بحيث ان احنا نكون شغالين صح، تمام، عشان اول ما يشتغل يكون هو الستار، تمام كده. وبعدين بعد ما يعد ويجي للزيرو هيشغل الدلتا بحيث ان النقطة دي هي اللي تقفل والنقطة دي تفتح. طبعا النقطتين دول هما الانترلوك الكهربي الالكتريكال انترلوك، باخد واحدة من الستار كونتاكتور الستار احطها في سكة الدلتا، واخد واحدة من الدلتا احطها في سكة الستار بحيث ان انا اضمن عدم عمل الاتنين كونتاكتور مع بعض اللي هما الستار والدلتا، تمام. تعالوا بينا هنا نشوف السيموليشن مع بعض ونشغل ونقول بسم الله. ده المفروض يكون ستار وده المفروض يكون دلتا حسب التوصيل يعني. تعالوا بينا، دي طبعا خطأ معلش، تعالوا بينا نشتغل من الأول. زي ما احنا شايفين كده الستار هو اللي شغال صح، كده الستار هو اللي شغال وملقط هو الستار، وبعدين هيعد تنازله من 15 لصفر، وبعد كده الكونتاكتور الدلتا هو اللي هيشتغل ويخش الدايرة في دايرة الباور أو كنت في نفس هذه اللحظة. وكده يبقى شغلنا مظبوط 100%. أرجو إن الكلام يكون واصل وواضح وصريح، والبرنامج ده طبعا هنعمل حلقة منفصلة ليه إن شاء الله ونشرحه بالتفصيل. وأخيرا أتمنى الجميع يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل فيديو جديد بيتم نشره إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.